1 2 3 ديفا الجزائري عليه تشاو. تقنية الفار راح تكون حاضرة باش تسهل المأمورة على الحكام. راح تكون عندهم هذا اللوحة اللي هي لوحة الكاميرا اللي تكون معلقة في سقف الملعب وتصور كل شيء. السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. قبل ما نبداو ما تنساوش انكم تصليوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تنساوش تعطونا آراءكم اقتراحاتكم وانتقاداتكم. مرحبا بكم كل الحب والاحترام. اول شيء نبداو به راح نتكلموا على رئيس الفيفا حاضر رسميا هنا في الجزائر من اجل كاس افريقيا للمحليين ومن اجل تدشين ملعب نيلسون مانديلا، الملعب العالمي، اجمل ملعب وافضل ملعب في افريقيا. نشوفوا معنا الفيديو تاع رئيس الفيفا كيفاش تكلم على الجزائر، وبالاخص ركزوا على نهايه الفيديو بطريقه جميله جدا. شاهدوا معنا هذا الفيديو. Je suis heureux d'être arrivé à Alger où je vais participer à l'inauguration du stade Nelson Mandela tout à l'heure, ainsi que rencontrer le président de la République et bien sûr la communauté du football africaine et algérienne. Et bien sûr demain avec le Chan qui va débuter aussi un moment important pour le football africain. Merci beaucoup à tout le monde et comme est-ce qu'on dit en Algérie, 1 2 3 vive l'Algérie. Allez, ciao. كما شفتوا معنا رئيس الفيفا وسمعتوا كلامه وبالاخص في الخاتمه اتكلم وقال 1 2 3 vive l'Algérie. تحيه الجزائر وتحيه الجزائر. على كل حال كلامه جميل ورائع بخصوص تنظيم الجزائر لكاس افريقيا للمحليين، ابدى رضاها الكامل على ملاعب الجزائرية، عجباته المنشآت والتحضيرات والتنظيم، كل شيء مضبوط 100% بدون أي خطأ بدون أي هفوة. وهذا الأمر اللي راهم يستناوه أعداء الجزائر يترصدوا ويستناوا وينتظروا أي خطأ أي مشكل أي شيء يكون سيء في تنظيم الجزائر باش يتكلموا عليه ويديروا منه بلبلة، وتنظيم الجزائر سيء، تنظيم الجزائر كذا، وتنظيم الجزائر كذا. ولكن ما عندهم وين راح يوصلوا وما عندهم واش راح يديروا. ان شاء الله كل الامور تكون على ما يرام، ومتاكد حفل الافتتاح راح يكون عالمي ويكون جميل جدا، بخصوص انه راح يحضروا فيه فنانين عالميين باش ينشطوا الحفل تاع الافتتاح، وكذلك حاضرين فيه اساطير كره القدم الافريقيه بعدد كبير جدا، اللي ان شاء الله راح نستمتعوا بالافتتاح ونستمتعوا بالمباريات، وان شاء الله تكون جميله. ولازم علينا كنا كجزائريين شباب شيوخ اطفال النساء صغار وكبار لازم ندعموا بلدنا الجزائر ونوقفوا معها في كل المحافل الرياضية والسياسية والثقافية. وأما بخصوص التقنيات العالمية اللي باش تكون حاضرة في كأس إفريقيا للمحليين في الجزائر، كما راكم تشاهدوا معنا الفار رسميا تم تركيبه في ملعب الراقي اللي هو ملعب نيلسون مانديلا في الجزائر العاصمة. تقنية الفار راح تكون حاضرة باش تسهل المأمورة على الحكام وتكون مباراة جيدة ونستمتعوا بها ويكون تحكيم نزيه 100%. نتمنوا انه نشوفوا كرة جميلة ونشوفوا تحكيم جميل ويكون عادل سواء مع المنتخب الجزائري او مع المنتخبات الاخرى المشاركة، لانه الفار داروه باش يكون العادل باش تكون الامور جيده ان شاء الله نستفادوا منه. وكذلك كما راكم تشاهدوا معنا التقنيه بخصوص الكاميرات المتطوره والعالميه اللي هي كاميرا سبايدر مان، الكاميرا اللي تكون معلقه في سقف الملعب وتصور كل شيء من الاعلى بطريقه جميله وبجوده عاليه وجميله جدا باش نستمتعوا بها كمشاهدين ونتفرجوا ونشوفوا مباريات بشكل جميل وبجوده عالية. برافو على كل المنظمين الجزائريين اللي صاهرين باش يعطوا صورة جميلة جدا على بلدنا الجزائر. ورسميا كما راكم تشاهدوا معنا أن الجزائر تتعاقد مع شركة إسبانية اللي اسمها شركة ميديا برو. هذا الشركة هي نفسها الشركة اللي بثت ونقلت كأس العالم قطر 2022، يعني نفس الشركة اللي تعاقدت معها الجزائر تعاقدت معها قطر باش تبث لها وتنقل لها مباريات كأس العالم، وإن شاء الله راح نشوفوا المباريات اللي في الجزائر راح تكون بجودة عالية مثل ما شفناها في كأس العالم قطر 2022، راح نشاهدوها في كأس إفريقيا للمحليين
هنا في الجزائر. برافو 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 عليهم صراحة، لأنهم دايرين عمل كبير ما خلاوش أي ثغرة. وما ننساش باش نتكلم على هذه التقنية الجميلة والرائعة والعالمية اللي راح تكون حاضرة في كل ملاعب كأس إفريقيا للمحليين في الجزائر، راح تكون حاضرة في ملعب وهران، ملعب قسنطينة، ملعب عنابة وكل الملاعب إن شاء الله. وما ننساوش أنه ملعب براقي أيضا راح تكون حاضرة فيه في كل ملاعب. تغيير الملابس لدى كل فريق ومنتخب راح تكون عندهم هذا اللوحة اللي هي لوحة خاصة بالمدربين باش كيتكلموا مع اللاعبين على الخطة وكذا، ما يبقاش أنه هذيك اللوحة القديمة اللي كان بالماركور ويكتب لهم يعني في الصبورة وكذا ويعاود يمحي. لا، هذا لوح إلكتروني من شركة LG العالمية للتلفزيون والشاشات، صنعت هذه الشاشة المطورة والجميلة جدا اللي راح تكون حاضرة في الملاعب الجزائرية باش يشرحوا الخطة مجرد بالإصبع تاعك يرسم يكتب أو يحط فيها كلي ESP فلاش ديسك كما نقوله، فيه صور تاع اللاعبين يعطيهم الخطة يعني بطريقة متطورة، تكنولوجيا جميلة جدا ورائعة اللي تسهل على المدربين وعلى اللاعبين باش يفهموا الخطة والتكتيك وكل الأمور. يعني صراحة شيء جميل ورائع جدا راح يكون حاضر في الملاعب الجزائرية. الآن نخليكم تشاهدوا وتستمتعوا بالملاعب الجزائرية الجميلة والرائعة اللي باش يكون فيها كأس إفريقيا للمحليين. شاهدوا معنا الملاعب وأعطونا رأيكم في التعليق. تحية للجميع وكل الحب والاحترام، وتحية الجزائر.